في السماء على العرش أو على الكرسي؟ وما معنى العرش والكرسي؟ الجواب: لا يجوز أن نقول أن الله تعالى في السماء، والدليل على ذلك أن السماء مكان كسائر الأمكنة، ولا يحتاج إلى المكان إلا المخلوق الضعيف. والله تعالى خالق المكان والزمان، غني عن المكان. كان الله سبحانه قبل أن يخلق المكان غني عن المكان. أما العرش فمعناه الملك، وأما الكرسي فمعناه العلم. السؤال